يدخل برشا من الاطراف. بنزيما يمشي كريم بنزيما ورا وفرصه لعب الثاني خامس حطها له. ما روعك يا ولدي، ما ابدعك يا ولدي، من اين لك هذا؟ اين تعلمت هذا يا القهوجي؟ ابن الكافيتيريوس يسجل اروع الاهداف، ثاني الاهداف. شوفوا تعلم، شوفوا تعلم، خامس يتكلم. من اين لك هذا يا خميس؟ من اين لك هذا يا خميس؟ في المباراه فقط. ادي على طول توني كروس، توني كروس، توني كروس، يا لعيب يا كبير يا بص. شوف هداف كاس العالم بيعمل ايه، اقتحم منطقه الجزاء وقلع طاقيه الاخفه واتعمل له باص خدمه توصيل الطلبات للملازم، ينجح خيمس رودريجوس في الاستلام على الصدر، وعنده الوقت والزمن والمساحه اللي يطلب من الحارس مارينو يقول له انت عايزها في بورتو الى نادي موناكو في الموسم الماضي 2013 2014 تالق غير عادي في كاس العالم الاخيره طبعا. ولد يا ولد يا ولد، نحسب نحكي على التالق. بص شوف خامس رودريجيز بيعمل ايه، بص شوف خامس، يا يا على الكوره، شوف واخدها حلوه قوي، واخدها حلوه 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 حلوه، هدفه موقف بدأ يهاجم الآن على مناطق ملقا ويبحث عن هدف ثاني. خامس رودريغيز ليسكو، ممتازة لخامس مرة أخرى، كريستيانو تحضير ورودريغيز، الله كبير يا كبير، جميلة من خامس رودريغيز. لم يمشي التسديدات من خارج منطقة الجزاء، هذا هو كروس، تحرك لرونالدو وخامس. يا خامس يا رودريغيز، مروعة خامس، مروعة هدف خامس بذكريات مونديال البرازيل، طريقة الهدف في مونديال البرازيل، هذه في شباك الروبين لمتعة العين. شوف اللقطة، شوف اللمسة لكروس، هدف رائع، هدف رائع.